إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. كان من أواخر المعاني التي ذكرناها البسملة، لم نشرع بعد في الكلام عن تفسيرها، ولكن ذكرنا اختلاف العلماء في كونها آية من سورة الفاتحة أو فيما هي أوله من كل سورة، أو يعني كذلك كونها آية أو بعض آية من سورة النمل. ذكرنا هذا الخلاف ولا داعي لإعادته، لكن أذكر قبل الانتقال إلى غيره ثمرته، لأننا في هذه الحصص نحرص على الجانب العملي والتطبيق ولا نقتصر على الجانب النظري، لأن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد لما ينتج عنه من العمل. بالنسبة لمن قال وهم المالكية بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولا آية فيما افتتحت به من السور من بقية السور، وإنما كتبها الصحابة في المصحف تبركا، ولذلك أفردوها بسطر دون ما بعدها من بقية الآيات في تلك السور، فهؤلاء لا يقولون بقراءتها لا سرا ولا جهرا في الفريضة، وهذا هو سر قول ابن عاشر وكرهوا بسملة تعودا، بمعنى من مكروهات الصلاة عندهم أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين، سواء في الصلاة السرية أو الجارية. وأما الشافعية والذين قالوا بأنها آية من الصور التي هديت بها كانت الفاتحة أو كانت غيرها، فإنهم يرون قراءتها والجهر بها في الجهرية والإصرار بها في السرية كما تقرأ الفاتحة في الصلاة. وأعدل الأقوال في هذا الباب هو ما عليه كثير من أهل الرأي وأهل الحديث من أن البسملة هي آية من سورة الفاتحة، وهي كذلك مقصودة في أوائل ما ذكرت فيه من السور، لكنها ليست آية من تلك السور وإن كانت من القرآن، وإنما جاء بها للفصل بين السورتين. ودليل ذلك حديث ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل السورة والتي تليها حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علم أنها قد ختمت وابتدأت سورة أخرى.
وقلنا بأن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثابت غير أن يعني المصلي ينبغي أن يعتقد بأن البسملة هي آية لسورة الفاتحة وبعض آية من سورة النمل إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وكذلك آية من سورة الكوثر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل علي ليلة سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ذكر بالبسملة. طيب بارك الله فيك. أصحاب هذا القول وهو أعدل الأقوال والله أعلم يرون بأنك تقرأ البسملة، يرون أنك تقرأ البسملة في يعني الفاتحة تستفتح بها وتسر بها سواء في السرية أو في الجهرية. لحديث أنس، ماذا في حديث أنس؟ في الصحيحين صليت خلف أبي بكر وعمر، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يفتتح الصلاة. وقلنا بأن الجمع بين النصوص والأحاديث التي فيها بأنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والتي فيها بأنه كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أن نقول بأن نفي القراءة لا يقصد به إلا نفي السماع، ونفي السماع يقصد به الإصرار بها. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأها لكن كان يسر بها، وأحيانا لكي تعرف الناس بالسنة وأنها تقرأ بإمكانك أن تجهر بها أحيانا. الآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نعرف معنى البسملة، وقد تطرقنا في الحصة الماضية إلى استعمالات البسملة. ما معنى البسملة؟ المسلم يحتاج إلى البسملة أن يقولها سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وهو إذ يقولها يحتاج إلى معرفة معناها، لأن الله عز وجل أنزل القرآن ونعته بالبيان، وأخبر سبحانه وتعالى عن إرادته بعباده أنه يريد أن يبين لهم، فيستحيل أن يكون هذا الكتاب الذي نعته الله عز وجل بأنه مبين يستحيل أن يوجد فيه كلام لا نعرف معناه. والبسملة من كلام الله ونحن نعرف معناها، ونحتاج إلى أن نستحضر هذا المعنى ونحن نأتي بالبسملة في مواطنها. لذلك بارك الله فينا جميعا، ينبغي أن نتقن هذا المعنى ونحرص عليه ونفهمه ولا يكون فيه شيء أبدا غير مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله هي للاستعانة، فأنت إذا قلت بسم الله فأنت تستعين بالله. وهل تنادي الله عز وجل في حال الاستعانة باسم واحد فقط الذي هو الله، أم تناديه بكل الأسماء؟ المعروف أن الإنسان إذا أراد أن يستعين بالله عز وجل يستعين به على شيء، ويناسب أن يختار الاسم المناسب لله عز وجل لكي يطلب به ويتوسل به إلى الله عز وجل لكي يعينه. فأنت مثلا إذا أردت أن تفعل شيئا فيه جهد
وأنت لا تقدر عليه. فالمناسب أن تقول يا قدير أعني، كما أنك إذا أردت شيئا وأنت ضعيف دونه يناسب أن تقول يا قوي أيدني، أيدني بمعنى قويني، وهكذا في كل ما تريد به، ما تريد أن تفعله وتستعين الله عز وجل فيه. فأنت تقول بسم الله عند كل مباح، وأعمالك وأفعالك كثيرة. أنت مثلا تريد أن تقرأ، تريد أن تكتب، تريد أن تأكل، وهكذا. وفي كل هذه الأمور تقول بسم الله. وأفضل الدعاء هو ما تختار فيه الاسم المناسب لتتوسل به إلى الله. فإذا أردت الرزق مثلا تقول يا رزاق ارزقني، وهذا هو الغالب على أدعية القرآن، والغالب كذلك على ماذا؟ على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها أمته. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء، وهذا الدعاء الذي علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي فيه باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام يختار الاسم المناسب لكل دعاء، يختار الاسم المناسب لكل دعاء. فنحن كذلك إذا أردنا أن نأتي بأفضل الدعاء فينبغي أن نختار اسما مناسبا نتوسل به إلى الله عز وجل. طيب، إذا قلت بسم الله وأنا أبدأ بهذه الكلمة في كل شيء، إذا قلت بسم الله، فهل في هذا القول وفي هذه الكلمة أني أبدأ بكل اسم لله عز وجل؟ الجواب نعم، لأن لفظ اسم مفرد. أسألكم سؤالا، هل نقول اسمان؟ نقول باسمان لله أو باسمي الله؟ لا نقول اسمان، هذا مثنى. هل نقول بأسماء الله؟ لا، نقول باسم الله. فهل هذا مثنى أو جمع أو مفرد؟ مفرد. المفرد في قاعدة اللغة العربية التي نزل بها القرآن، المفرد إذا أضيف فإنه يعم. باسم الله، اسم من؟ الله. إذن اسم مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه. هل أضيف المفرد هنا؟ نعم أضيف. إذن يعم سائر أسماء الله. فإذا قلت باسم الله كما لو قلت بكل أسماء الله أبتدي. طيب، ما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك أولا أنك تستحضر في ذهنك بأنك تبتدئ بالاسم المناسب لقضاء الغرض المناسب. فإذا أردت مثلا حمل شيء ثقيل فقلت بسم الله، كأنك تتوسل إلى الله عز وجل باسمه القوي. ثانيا، من ثمرة ذلك أن المسلم إذا قال بسم الله كان من أسماء الله الرقيب، وكان من أسماء الله الشهيد. فإذا أنت تعترف وتقول بلسانك يا ربي أنت رقيب علي وشهيد على ما أفعله أو أقوله، لأنك قلت بسم الله ومن أسماء الله الشهيد والرقيب. فهل إذا استحضرت في نفسك هذا المعنى هل تجرؤ على أن تأتي معصية من معاصي الله؟ لا، تستحي. أو تقصر في فعل طاعة من طاعة الله؟
لا. لماذا؟ لأن الله رقيب عليك وشهيد عليك. إذا هذه الفائدة، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ننتقل إلى الرحمن الرحيم، اسم اختلف أهل اللغة في اشتقاقه، قيل بأنه مشتق من السمو، والسمو هو العلو، وقيل بأنه مشتق من ماذا؟ من السمة، والسمة هي العلامة. مثلا علامة هذا الكأس أنه أبيض، مفهوم؟ هذه السمة. طيب، قال بعضهم اشتق الاسم من سمى البصري، من البصريين نهات، واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المحقق الجلي دليل الأسماء والسمية. إذا صغرت اسم فإنك تصغره على سمي، ولا تصغره على حسين. حسين من سمى، وسمي من سمى، فلذلك قالوا أصل الاسم من السمو. طيب، هذا العلم هل وراءه فائدة؟ الجواب نعم. ما هي؟ إذا اعتقدت بأن اسم الله مشتق من السمو، فأنت تعترف لله عز وجل بالعلو، وعلو الله تبارك وتعالى على ثلاث معاني. له سبحانه وتعالى علو القهر، الله عز وجل قهر كل عباده فجعله فقراء إليه، ولا أحد يخرج عن قهره وتدبيره. قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده. المعنى الثاني، الله عز وجل هو علو الشأن، كما قال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالله عز وجل شأنه عظيم. هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا؟ تعرفه. منزلته عند الله ما هي؟ كيف هي منزلته؟ عالية، منزلته العالية. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأمرنا الله عز وجل أن نوقره ونعزره ونحترمه، ومع ذلك جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، قال جعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. إذا مهما كان المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أفضل رسول، لا يمكن أبدا أن يكون شأنه شأن الله جل وعلا أبدا. الله عز وجل أعظم قدرا وأجل شأنا. طيب، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن العلو لله عز وجل علو ذات، بمعنى الله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال وله أسماء، وهذا كله يثبتها للسنة والجماعة. وعلو الذات لله تبارك وتعالى أن يعتقد المسلم بأن الله صعد واستقر وعلى فوق العرش، فوق سبع سماوات، فيقول، يختصر هذا المعنى ويقول الله في السماء، ومعنى في على السماء، لأن في تأتي في كلام العرب بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى عليها،
قل سيروا في الأرض أي على الأرض. إذا الله تبارك وتعالى فوق السماوات. وبالمناسبة ينبغي أن نصلح خطأ عقديا يقع فيه كثير من الناس. إذا سألته وتقول له أين الله، الناس هنا على أقسام أذكر منها ثلاثة. واحد النوع ديال الإنسان تقول لي شنو هو أين الله، على الله عنده مكان باش تقول لي أين الله. هو أراد أن ينزه الله، بغى ينزه الله تبارك وتعالى باش يقول لنا بأن الله ما كيشبهش المخلوقات. المخلوقات هي اللي كنقول لها كاينة في هذا المكان وكاينة في هذا الزمان. أنت إذا كنت في واحد الزمان ما كتكونش في واحد الزمان قبل منه ولا بعد منه، وإذا كنت في واحد المكان ما كتكونش في واحد المكان قدامه ولا مراه ولا اليمن ديالو ولا يعني اليسار ديالو، كتكون في واحد المكان. المخلوقات هي التي تتحيز، عندها واحد الحيز. هذا الهاتف مثلا تطلنا الحيز ديالو هو هذا، هو اشنو بغى. هذا اللي تيقول لك على الله عنده مكان باش تقول لي اين الله، على اين باش كنستعملوها. هذا اداه استفهام عن المكان، ما تقوليش اين الله. اشنو بغى هو؟ بغى ينزه الله عن المكان. وبغى ينزه الله، علاش بغى ينزه الله على المكان؟ ماشي يقول لنا راه الله ما تيشبهش المخلوقات، ياك؟ مزيان، الغاية اللي قصدها هذا اللي قال هذا الكلام، وصيحة ولا ما صيحاش؟ صحيح، سنت. مزيان أنك تنزه الله عز وجل على مشابهة المخلوقات، ولكن الطريقة علاش مشى ليها؟ ديك الطريقة باش مشى لهذيك الغاية، صحيحة ولا ما صيحاش؟ ما صيحاش. إذا باش نعرف سواء في باب الاعتقاد ولا العبادة أو لا المعاملة، خاصك يعني دير داك الشيء اللي قال لك الله بالطريقة اللي قال لك الله، باش عرفنا بأن ما صحيحش. غنمشيو واش قال الله عز وجل في الباب ديال الأسماء ديالو والصفات ديالو والذات ديالو والأفعال ديالو. أش قال لنا على راسه؟ على نفسه، استغفر الله. أش قال لنا على نفسه؟ سبحانه وتعالى. قال لنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد البال، هذه الآية فيها الرد على كاع الناس اللي غلطوا في العقيدة، خصوصا في الباب ديال ذات الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل. وأنت يا مسلم محتاج بهذه القاعدة ضروري، لأن ما يمكنش أنك تموت وما عرفتيش اش غتقول على الله، خصوصا إذا عرفتي بأن هذا الباب ديال معرفة الله عز وجل راه يهلكوا فيه ناس بسميت الإسلام. طائفة سميتها الجهمية، اش تقول لك الطائفة؟ من صوبين الإسلام. كتقول لك هذه الطائفة الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام. تدخل لهم الصفات تقول لك الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وتبقى تقول لي بحال هذا الكلام. وما بغاو زعما باش كيدير لهم قالوا البصر، كيقول لهم الشيطان على البصر عند من كاين؟ كان عند المخلوق. ايوا علاه بحال هذاك البصر، بحال هذاك البصر اللي عرفتي انت، اش تقول؟ ما تقولش البصر. وهكا تيقولوا في السمع، وهكا تيقولوا في اي حاجه. كيف غنجاوبوا هاد الناس؟ حتى راه مسلم خصك تعرف العقيده ديالك، تعرف الاسماء ديال الله والصفات ديال الله والافعال ديال الله، وفي نفس الوقت راه غادي يجيك الشيطان، غادي يوسوس لك، غادي يجيك وساوس. من الوساوس اللي كتجيك وما يمكنش تدفعها الا بالعقيده. وسواس في الظاهر ديالو بسيط، الى جاوبنا عليه بسيط، ولكن كاين اللي مرضوا في قلبه. هذا الوسواس يقدر يتسبب فيه غير دري صغير، يجي عندي يقول لي ابي شكون اللي خلق الله؟ يقول لك ابي شكون اللي خلق الله؟ انت الا ما عندكش عين غتقول لي سيت سيت حشومه عين سيت لعب، اش تقول؟ غدا قاعد تضربو، اش غدا تضرب فيه؟
وسولك سؤال خاصك تجاوب. هذا غادي يدير لك وسواس باش غتجاوب عليه. العقيده الصحيحه حيت الاسلام ما خلاناش تايهين شي واحد تائي مجري مضطرب، لا اعطاك كلشي وثق في هذا الشيء، لان هذا الشرع هو من عند الله وما يمكنش شي سؤال ما تلقاش الجواب عليه. شرع الله تبارك وتعالى كلشي، وتقدموا امام، وفي هذوك الامام كان فيهم موافقين وكان فيهم معارضين، وكاين اللي تيبقى تيسول. سمع اش قال الله عز وجل، يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا ليسمع، فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله اجهر. يسال لك انت ايوا شنو الجواب؟ بكل بساطه قول يا ولدي على الله مخلوق، باش نقولوا شكون اللي خلقه؟ الله ماشي مخلوق، الله خالق ولا مخلوق. فهمت؟ انتهى الموضوع. إذا زاد ولدك قال لك لا ما يمكنش، قول لي واخا ولدي، قول لي هذا الكاس منين تيشوف؟ هذا الكاس منين تيشوف؟ غيقول لك أبي على الكاس كيشوف؟ قول لي وراك هكا ولدي، راه الله ماشي مخلوق باش تقول شكون اللي خلقه، والكاس ما تيشوف باش نقولوا فين تيشوف؟ انتهى الموضوع. منين جبنا هادشي؟ من العقيدة. منين؟ قل هو الله أحد، فيها كل شيء. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. روي بأن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مازال إن شاء الله غادي نفسرها إن شاء الله تعالى. إذا أعطينا الجواب ديال هذا السيد هذا اللي قال لنا، سولناه قلنا له فين كاين الله؟ قال لك على الله عنده مكان. شنو هو الجواب؟ كنقولوا ما جاش في القرآن والسنة لفظ مكان، ولكن هذا اللفظ محتمل، كيحتمل هل لله مكان على واحد الحيز كيتحيز فيه، بحال قلنا واحد القنت كنقولوا على هذا المعنى ننزيه الله عنه، هذا المعنى لا يجوز أن ننسبه لله، فبالتالي نقول ليس لله مكان، هذا المعنى فهمنا؟ كيف ذلك؟ هذا المعنى تحيز هو للمخلوق ماشي الخالق، أنت خلقت الله عز وجل محدود، كيفاش محدود؟ محدود بالزمن، عند كل واحد منا عنده تاريخ اش؟ الازدياد. وإلا مات الله يرحمه عنده تاريخ؟ إذا هذا محدود بالزمان. ياك؟ مزيان. الله عز وجل واش محدود بالزمان؟ مزيان. الدليل قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء. وأنت الآخر ليس بعدك شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، فلا آخر لآخريته كما أنه لا أول لأوليته. واش كاين في القرآن؟ كاين في القرآن، كاين في السنة، الحمد لله. الحديث هذا في مسند الإمام أحمد وسنده صحيح أو حسن. طيب الزمن مخلوق يا سيدي، إذا لا يمكن أن يحدد الخالق بالمخلوق وهو الزمان، كذلك المكان نفس ما قلناه في الزمان، المكان مخلوق، فلا يمكن أن يحدد الخالق بحيز المخلوق، ما يمكنش، مفهوم؟ لذلك هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ما معنى بائن؟ منفصل عن مخلوقاته. وهذا أجمع عليه السلف، وحكى الإجماع ابن عبد البر عليه رحمة الله المالكي. طيب ما الدليل؟ قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الظاهر والباطن، قال أنت
الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فهمت ولا لا؟ بمعنى ما كاينش فوق الله شي حاجة. نهاية المخلوقات هو العرش، وكل شيء من المخلوقات تحت العرش، والعرش سقف الجنة، جنة الفردوس الأعلى. وهنا تظهر حكمة الله، وهو سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء. يقول لك شي معلومة، كيفاش هو سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش سقف الجنة وكان عرشه على الماء؟ لا ينافي أن يكون العرش سقف الجنة وفي نفس الوقت يكون على الماء. إذا أنت عندك شي قياس، هذاك شي ديروه هنا في الدنيا ولا شي عبارة. أما العبارة ديال الآخرة بوحده، مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أولج به إلى سدرة المنتهى. أشنا هي السدرة؟ أشنا هي السدرة؟ شجرة؟ مزيان. أش من نوع ديال الشجر؟ ها؟ السدر اللي هو النبل، شجرة ديال النبل. والسدر مخضود، ما معنى مخضود؟ ما فيش شوك. أحسنت، ما فيش شوك. هذا السدر ديال الجنة، السدر ديال الدنيا ما فيه ما يدار. تبغي تهزات ديكوك الشوكة هزيتيها كاع تبغي تاكلها كتلقى ديك العلفة كبر من الجلفة، داكشي اللي بغيتي تاكل. وإلا كاع قلتي ناكلها ماشي مشكل، لا تخلي ديك واحد الريحة، هاد الريحة ما فيها ما يتشم. هكذا ديال الدنيا، ديال الآخرة لا، ديال الجنة لا. نرجعو للحديث ديالنا، فيه سدرة المنتهى، باش نشوفوا شي واحد دابا يقول لي راسو يقيس شي حاجه ديال الدنيا بالاخره، ما يمكنش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اتينا الى سدره المنتهى، يعني في السماء السابعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا نبقها، فاذا يعني ورقها كآذان الفياله. ودابا الورقة ديال السدرة هنا شحال؟ قداش؟ صغيرة بزاف. هذيك السدرة شحال الورق ديالها؟ قداش؟ آذان الفيلة. وإذا نبقها كقلال هاجر. القلال قلال هاجر اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني راه قداش كبار. إوا قداش غتكون هاد السدرة؟ هذا هي الورق ديالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، باقي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تزينت، فلا أحد لا أحد يستطيع أن يصفها من حسنها وجمالها. واش النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فصيح؟ فصيح ياك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم، ولم يوصفها لنا، محدود، صافي، أنت تحد بنادم، كاين واحد العيال صافي كتحد فيه، واخا ما غاداش تكون، أنا غادي نعطيك واحد الريحة، غنقول لك شم هادي، الله ريحة الريحان، نعطيك واحد أخرى، الله ريحة العود، الله ريحة، قول شي ريحة، المسك. الله ريحة كذا، ما نعطيك شي ريحة، الله ريحة زوينة، ريحة شادي، ما عرفت، ما عرفت، ما نقدرش نقول لك. واش تقدر انت تحصي أسماء الروايح؟ ما تقدرش تحصي أسماء الروايح وكاينين هنا معاك في الدنيا، وزعك أنك تحصي شي حاجة اللي هي غيب، ما تقدرش. واخا مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل. دابا كاع الأمثلة اللي كنجيبوهم هي من عالم الغيب، نؤمن بها وما نعرفوش كيفاش دايرة. رأيت جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. شحال من جناح من جبريل؟ 600. نحاولوا نديروا القياس على الدم، ها واحد درناه على اليمن والثاني درناه
على اليسار والتلت ربط التلت الأمام والخلف وخى التلت من الأمام والتلت من الخلف كيف هديتين وخى والربع والخمس والسادس والسابع والثامن 600 كان ندير مليار لا ما تقدرش انت تقول هذا ما تقدرش انت تدوس في هذا الشيء لان الانسان ماذا يصف؟ يصف احد شيئين ما يراه وما ما راه شخص اخر فاخبره به ذاك اللي كيخبرك بشي حاجه شافها كيعطيك القانون ديالها واش كاين شي واحد شاف شي حاجه من العالم الغيب ذاك الشيء اللي خبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم اللي خبرنا به القران نؤمن به على ظاهره على ظاهر معناه كنعرفوا المعنى ديالو ولكن كيفية ديالو ما كاينش حتى شي واحد يعرفها اذا نرجع الى سؤالنا قال لك هل لله مكان باش نقولوا بان الله عز وجل نسولوا نقول اين الله الجواب اذا قصد بالمكان الحيز فننزل الله عز وجل عن ذلك ونقول ليس لله مكان أما إذا قصد بالمكان الجهة مثلا قلت لك أين مكان الكعبة فقلت لي دابا شير لي الكعبة وريني الكعبة وريها لي شير شير تقولي هكا إذا ما واش هنا كاينة كعبة لكن هنا اتجاه اتجاه الكعبة هذا اتجاه مفهوم؟ إذا نقصد بالمكان الجهة فنثبت لله الجهة وجهة الله عز وجل العلو صافي؟ وهذا المعنى ما جيناش فيه من عندنا هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الذهبي عليه رحمة الله في رسالة مجلد متبوع محقق سماه العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى ذكر فيها ما ينيف عن ألف دليل على أن الله عز وجل فوق السماء فمن ذلك قول الله عز وجل آمنت من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقد تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أدلة كثيرة جدا سبح اسم ربك الأعلى وأيضا عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي صحيح مسلم إن رجل من الأعراب كانت له جارية ترعى غنما له قال قبل أحد والجوالية واحد المكان قال فاطلعت ذات يوم يعني واحد النهار صفر الغنم وتبعها ومشيت طلع عليها شدي قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها حلت فمها وسعت على هذا الشيء تجدد والدنيا واحد الشاة ذهب لها قال وإني امرؤ من بني آدم آسف كما يأسفون حتى نرى بنادم طر غضب أشدد قال لكني سكتها سكة ضربها ترشع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكر ذلك علي أو كما قال فرجل ندم فاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا شد فيك ندم فقال يا رسول الله أنا أعتقها قال لي أنا قاعد ندد قاعد الشفقة الجاية وتعديت عليها أنا قاعد نعتقها هي تكون حرة في سبيل الله أنا غير تسامحني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الخير النبي صلى الله عليه وسلم عرف شاف الجارية واش مسلمة ولا كافرة وبغى هذا الصحابي هذا الأعرابي بغى النبي صلى الله عليه وسلم يشد الأجر ديال عتق رقبة مؤمنة وفي نفس الوقت هذيك الجارية إذا ما كانتش مؤمنة تسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفش الغي قال لي ائتني بها قال لي ما تعتقها حتى تجيبها ليا قال لي ائتني بها هو يجيبها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت له رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش قال لها أين الله؟
لا تستبدوا علو الله عز وجل، ولكن هناك فائدة أخرى. العرب كانت تعمل شحال ديال الآليات، فهذه كون كانت ماشي مسلمة، كون كانت كافرة، أش غتقول لي؟ غيقول لي عين الله، غتقول لي لات العزى ومناة، تقول لي غير الأصنام اللي كاينة تما، أو على الأقل الصنم اللي كتعرف هي. ولكن ملي قالت أش في السماء دل على أن تعبد الله، لأن كاع ديك المعبودات اللي كيعبدوها الجاهلية حتى شي واحد منهم ما تيقولها واحد منها في السماء. الله سبحانه وتعالى بعد لي في السماء وعافي لهم هكا. لذلك عدي بن حاتم قبل أن يسلم كان هو عربي وتنصر، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كم إله أن تعبد؟ قال لي سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. هو يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم من لي الذي تعده لرغبتك ورهبتك إلى تحزيتي وتزيرتي والمعقول يعني خاص. قال لي الذي في السماء. كما قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، ما كاين ديك الساعة لا اللات ولا العزى ولا هبل ولا مناة ولا إسحاق ولا نائلة ولا حتى شي حاجة من هذاك الشيء. دعوا الله مخلصين له الدين. قال لي الذي في السماء. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسلي؟ عرفتي بأن هذاك اللي غادي يجيك في الشدة هو اللي غادي يخصك تعمل في الرخاء، علاش كتشرك؟ تشرك لله ما لم ينزل به سلطان، مجرد أسماء سميتيها وخضعتيها وقلتي لها كدير وتفعل من عندك، جبتي هادشي كامل من عندك ونسبتي ليها، فلماذا تعبدون؟ إذا نقول بأن الله عز وجل في السماء. طيب إذا قلت بأن الاسم مشتق من السمو، فقلت معنى علو الله عز وجل على ثلاث معاني: علو القهر، علو الذات، وعلو ماذا؟ الشأن. ونحن نقول علو الذات نستحضر كذلك علو أفعاله وعلو أسمائه وعلو صفاته. أسماؤه ليست كسائر الأسماء، وصفاته لا كصفات المخلوقات، وأفعاله وتأثيراته على مخلوقاته وفي كونه لا تشبه أبدا تأثيرات المخلوقات بعضها في بعض سبحانه وتعالى. إذا قلت كما قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، أي أحد في ماذا؟ في ذاته، له ذات لا تشبه الذوات، في أسمائه له أسماء لا تشبه الأسماء، في صفاته، في أفعاله، قل هو الله أحد. طيب الذين قالوا بأن الاسم مشتق من السماء قالوا لأن الأسماء حينما أنطق باسم أقول مثلا كأس، أقول هاتف، أقول كذا، فهو علامة على مسماه، فهو علامة على مسماه، وذلك الاسم يميز ذلك المسمى عن بقية المسميات. كما طلعت عليك أنت مثلا اسمك عبد الرحيم وتتميز عن غيرك، قالوا الله عز وجل له أسماء، وأسماء الله عز وجل علامة على تلك المعاني والصفات التي في الأسماء. فمثلا الرازق علامة على أنه يرزق، مثلا الرحيم علامة على أنه يرحم، وهكذا. لكن المعنى الأول أرجح، لأن المعنى الثاني إذا قلنا به قد يقول بعض الناس بأنه لم يتسمى بأسمائه حتى ظهر أطرها. أسألكم سؤالا باش نفهموا، واش الله عز وجل من أسمائه الرزاق أليس كذلك؟ نعم. قبل أن يخلق الخلق ويرزقه هل كان اسمه الرزاق؟ نعم، مفهوم؟ لأن الله عز وجل كما كان بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله
أزليا ما يزال عليها أبديا، كما قال الطحاوي عليه رحمة الله، قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل كان بارئا وكان خالقا قبل أن يخلق خليقا. الله عز وجل تشيع جمل ما كانتش عنده أولة عنده، كان الله بذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. مفهوم؟ هذا هو اعتقادك عن الله عز وجل. إذا باسم الله، الله علم على الباري جل وعلا، وهو أشهر أسماء الله تبارك وتعالى، وكل الأسماء في الكتاب القرآن أو في السنة تتبع اسم الجلالة الله، حتى قال العلماء الله هو اسم الله أعظم الذي إذا سئل به إيش أعطى، إذا سئل به أعطى. الله قلت بأنه يتبع سير الأسماء، تتبعه سير الأسماء. مثلا قال الله عز وجل ولله إيش الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال وللرب الأسماء الحسنى، أو قال وللرحيم الأسماء الحسنى، فذكر الله ثم بعده الأسماء الحسنى. قال عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه الأسماء كلها تبع ليش؟ الله. مفهوم؟ لأن الله سبحان الله ترجع لها سائر الأسماء، لأن فيها معنى استحقاقه عز وجل للحمد وللعبودية، واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية دليل على أنه الرب، كما سيأتي معنا إن شاء الله فالحمد لله رب العالمين. غادي يبغيو يفسروا الحمد لله رب العالمين، غادي يبين هذا المعنى مزيان. إذن بسم الله، وقد أكرمنا الله عز وجل بأن جعل هذه البسملة التي نبتدئ بها في كل شيء فيها هذا الاسم العظيم الله. هذا الاسم يعرفك بكل أسماء الله، هذه واحدة. الثانية، لماذا لم نقل مثلا باسم الرب كما يقوله النصارى؟ تقولوا الرب، نقول شيء هو الله. لذلك في الترجمة بالفرنسية ولا بالإنجليزية أسمية الرب، أسمية الله، يعني الترجمة في الفرنسية شو تقول؟ ها؟ ديو، ماشي هو ديو، ديو هو الرب. وبالإنجليزية ها؟ God، ماشي هو God، God هو الرب. عرفتي علاش؟ حيت هما كيشركوا، حيت النصارى ما كيعبدوش غير الله، كيعبدوا الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا إلا قالوا الله ما غاديش يعرفوا شكون اللي يقصدوا بالذات. شتي الشرك؟ كاين اللي تيقول عيسى هو الله، كاين اللي تيقول هو ابن الله، كاين اللي تيقول هو هي ثالث ثلاثة، ثلاثة المعبودات هو واحد منهم. أما المسلمين عندهم لفظ الجلالة الله، علاش؟ من الأول ديال الأقوال ديالك ديال أبديك تعترف بأن الله هو المعبود بأقوى غيره كل باطل، علاش؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله عز وجل ماشي قال ذلك بأن الرب هو الحق، قال بأن الله بمعنى عبادة الله الحق
وعبادة الغيب كلها باطلة. فهمنا ولا لا؟ إذا بارك الله فيك. لماذا أقول بسم الله؟ يعني لا يمكن أن تستعين بالله وأنت تريد أن تفعل شيئا حينما تقول بسم الله إلا وأنت تثبت بأن معبودك والذي تقصده بسائر العبادات ومنها عبادة الاستعانة هو الله الذي لا ينبغي لعباده سواه. فهمتي كيفاش؟ هادشي كامل خصك تستحضر. مجرد اختيار هذا الاسم يشعر بهذا المعنى. أعيده باش نبقاو عاقلين عليه. إذا قلت بسم الله أنا أستعين بالله على ما أريد أن أفعله أو أن أقوله. مزيان؟ الاستعانة هل هي عبادة؟ عبادة، غادي يجي معنا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا الاستعانة عبادة. العبادة هل يجوز صرفها لغير الله؟ لا يجوز صرفها لله. لذلك أنت تقول يا ربي أنا أقصدك بعبادة الاستعانة كما أقصدك بسائر العبادات لأنك أنت الله فأعني. فهمنا ولا لا؟ هذا هو معنى بسم الله. غير قلت بسم الله سبحان الله بعد لفظ جلالة الله أشنا هو الاسم الجار الرحمن الرحيم سبحان الله. علاش ما يقولش الله عز وجل بسم الله القوي المتين، بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله الغفور الشكور؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم لتعلم أن أول شيء ينبغي أن تعلمه عن الله بعد أن تثبت له العبادة، وهذا الذي ينبغي أن تعلمه عن الله وهو صفة خاصة بالله لا توجد في بقية المعبودات أنه سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. فهذا الكتاب القرآن أوله رحمة، وهذا علم أوله رحمة، الرحمن علم القرآن، وهذا دين أوله رحمة، وهذا نبي جاء بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شكون بحالكم يا مسلمين؟ يعني ديما ماشي دين شدة وخوف ورهبة. لو أن الله عز وجل قال بسم الله الملك القوي غادي تخاف، غادي تخاف. لكن قال بسم الله الرحمن الرحيم صافي. إيوا لا إله إلا الله. إذا نكتفي بهذا القدر، الحصة الجاية إن شاء الله نحاول أن نتم الكلام عن البسملة ونبدأ بالحمد لله رب العالمين. هذا المعنى ما خصناش نوقفوا فيه، ولكن غادي نعاودوا شي شوية منه باختصار باش نبنيو عليه إن شاء الله في الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.